السلام عليكم، معكم زينب مامون، رئيسة جمعية ملتقى الأجيال فرع سايس. إن شاء الله حنا كنجتمع في هذا اليوم المبارك السعيد من شهر رمضان هنايا في مركز تحقن الدم بمدينة فاس، حيت دايرين واحد الحملة ديال التبرع بالدم. بزاف الناس اللي كيحتاجوا الدم وما كيلقاوهش، لذلك حنا درنا واحد الإعلان ودرنا واحد الحملة إن شاء الله باش ناخذوا الدم من الناس اللي باغيين يتبرعوا وباغيين يعاونوا ناس وحدين اخرين. وهذه الحملة إن شاء الله دايرها جمعية ملتقى الأجيال فرع سايس بشراكة مع مجموعة جنود الخير اللي مساهمين معنا في التنظيم، وكذلك شركة زيربو للنقل مساهمين معنا بالنقل المجاني، الله يجازيهم بخير. كنشكرهم كاملين وكنشكركم على تغطية هذا الحدث، وكنشكر كذلك الشباب والشابات اللي حاضرين معنا اليوم ومساهمين معنا بالدم ديالهم، مشكورين وشكرا لكم كاملين، كنشكركم بزاف. اسم مريم الخنصر، لاج 20 سنة، كنسكن مدينة فاس اكزاكتومون زواغ العليا. جينا نتبرعوا اليوم بالدم لجمعية الخير في سبيل الله وفي سبيل الناس اللي محتاجين لنا، حيت كاينين الناس محتاجين لنا بصح، وحنا هما القدوة، حنا نكونوا شي كيكمل شي بعضياتنا، حيت كيف ما هما اليوم محتاجيننا حنا غدا نقدروا نحتاجوهم. وكنتمناو تكون مبادرة جيدة، وكنطلب من الناس ديروا ساهموا في الخير، الدنيا قصيرة، هذا هو اللي غيوقف لينا. نساهموا بعضياتنا، وراه كاينين الناس محتاجيننا، والله العظيم كاينين الناس محتاجيننا، ويا ربي يثبتنا على هذا الشيء ونفيدوا وتكون شي حاجه مزيانه بعدا. السلام عليكم، معكم سيد يتيم، الرئيس المؤسس لجمعيه ملتقى الاجيال والمدير التنفيذي. احنا اليوم نتواجد بمركز تحقن الدم بفاس في واحد النشاط تضامني اجتماعي اللي كتنظمه جمعيه ملتقى الاجيال فرع سايس برئاسة الأخت الكوتش زينب مامون. حقيقة كمكسب مركزي وكإدارة تربوية تنشكروا جمعية ملتقى الأجيال فرع سايس على التنظيم الجيد لهذا النشاط المتميز، نشاط تضامني الاجتماعي. ما تفوتنيش الفرصة أنني نشكر جزيل الشكر كل الشركاء اللي ساهموا في نجاح هذا النشاط، من بينهم مركز تحقن الدم بطبيعة الحال، وكذلك شباب ديال مجموعة الخير مشكورين على النشاط ديالهم، مشكورين كذلك على التطوع ديالهم، ومشكورين كذلك على المجهودات المبذولة يعني طيلة هذه الأسابيع من أجل إنجاح هذا النشاط. من طبيعة الحال كذلك شكر كبير لشركة زيربو ترونسبور برئاسة الصديق والأخ بوشتا الزراد، اللي دائما تيكون كيمد يد المساعده للجميع، يعني التظاهرات الاجتماعيه والخيريه، كذلك جميع المبادرات الطيبه الانسانيه الخيريه كتلقى شركه ترونسبور زيربو متواجده، فالشكر جزيل لها. والاشاره فقط فالشركه يرى الاشاره للجمعيات الجاده والجمعيات النشيطه اللي كتسعى دائما في خدمه الصالح العام بالمجان، يعني باش ناكدوا عليها. وكان من هذا المنبر هذا كنشكر السيد الرئيس المؤسس ديال الشركه اللي هو الاستاذ والصديق بوشتا الزراد، كذلك كنشكر الاخوه في المكتب المركزي لجمعيه ملتقى الاجيال، وعلى اسير المتواجد معنا السيد الامين العام للجمعيه الاستاذ عادل بدر الدين الصلبي، تحيه كذلك الاستاذه فاطمه النوري رئيسه الجمعيه. الاخ معكم كان معكم سعيد يتيم، الرئيس المؤسس والمدير التربوي لجمعيه ملتقى الاجيال، مع تحياتي وشكرا للجميع. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.